الحاضر هاملتون 16-4 بالمقطع الاول، بعتقد رح بتاثر كثيرا على لفته الوقت اللي خسره بمقطع. وتسونودا بيتقدم للمركز الثامن مؤقتا، خسر وقت كثير لويس هاملتون ايضا في المقطع الثاني، غير قادر على التقدم لويس هاملتون. بوتس بحسن بالمقطع الاول والمقطع الثاني، ولكن ازمنه غير كافيه. اوه 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 اوه، ازمنه غير كاف، شفنا السياره عم بيصارع فيها لويس هاملتون حتى يبقيها على المسار.